للكره العالميه بعيد شويه، النجم المصري محمد صلاح والقبض على مشجع ايفرتون مرتكب وقاعه العنصريه ضد محمد صلاح. ده كان خبر قالته الشرطه الانجليزيه اليوم الخميس، القبض على مشجع ايفرتون والذي وجه عبارات عنصريه ضد النجم المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي. صحيفه نورث ويست نيوز بتقول ان الشرطه اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 32 سنة للاشتباه في ارتكابه جريمة عنصرية ضد لاعبي نادي أو ضد أحد لاعبي نادي ليفربول بجانب عرقلة ضابط شرطة أثناء القيام بمهام وظيفته. تعرفين المشجعين الإنجليز يعني عندهم عنصرية، أو بعض المشجعين الإنجليز عندهم عنصرية كبيرة جدا، لكن مش عارف مع محمد صلاح إيه العنصرية اللي يعني اللي ممكن تتوجه له بصراحة، فكان حاجة غريبة جدا، لكن الحمد لله إن هم ألقوا القبض عليه وإن شاء الله ياخد العقاب اللازم. عارفين كمان الشرطة الإنجليزية ما بتهزرش في الحاجات دي يا جماعة خالص. النجم الكبير محمد صلاح كلكم كنتوا عرفتوا الواقعة، لكن إن شاء الله ياخد جزاءه وإن شاء الله لا تتكرر مثل هذه الوقائع.